مرحبا وتحياتي للجميع نصل في رحلتنا مع ابو العلاء المعري وابن القارح بطل رساله الغفران رساله الغفران التي تطلعنا على رحله خياليه قام بها ابن القارح الى عالم الاخره وبعد ان استعرضنا في الحلقات السابقه كيف وصل ابن القارح الى المحشر وكيف دخل الى الجنه واستعرضنا ايضا شيء من يومياته في الجنه طيب نصل في هذه الحلقه للمحطه الثالثه في الرحله وسنصحب ابن القارح في تلك الزياره التي قام بها الى جهنم او الى النار وبدايه سنرى بان جحيم الرساله تماما كما جنه الرساله ايضا تخيله المعري ارتكازا على ما ورد في النص الديني والقران تحديدا وهذا الامر طبعا يظهر بوضوح من خلال الوصف والسرد وايضا يظهر بوضوح من خلال وجود اسماء لاشياء وامكنه وارده في الرساله طبعا في جهنم وهذه الاسماء والامكنه ايضا موجوده في القران الكريم بمعنى أن أبو العلاء استوحاها كما هي وضمنها في الرسالة. أيضا من الأمور اللافتة حول فصل فصل النار بأن بأن جحيم يعني فصل الجحيم بشكل عام في الواقع هو أصغر بكثير من فصل الجنة في الرسالة. يعني حتى وصف الجحيم ومنازله وأهواله هو أوجز من الوصف الذي قدمه المعري للجنة والذي استفاض به وبإسهاب وربما هناك سبب وراء الأمر يعني من وجهة نظري الشخصية برأيي الشخصي يعني أعتقد أن هذا التفاوت بين الفصلين يعني ربما ربما يعود إلى وجود تلك النزعة الإنسانية عند أبو العلاء ربما سبب الامر هو وجود ذلك القلب العطوف والرحوم الذي كان عند المعري فاعتقد انه لم يرد ان ان يصف باسهاب او ان يذكر كل تلك الاهوال والعذابات وكل الفظائع الموجوده في النار والتي كما يقال تقشعر لها الابدان وبالتالي يعني ربما اكتفى ببعض الوصف هنا و ببعض المشاهدات القليله هناك. لكن ايضا يعني من المهم القول بان يعني حتى هذا الوصف الوجيز وهذه المشاهدات القليله يعني في الواقع تعطينا ايضا صوره يعني صوره كافيه عن اهوال ذلك المكان. ايضا من المهم ان نقول بان من المهم القول بان المعري في فصل الجحيم. يعني ركز أكثر على على القضايا الأدبية أكثر مما فعل في فصل الجنة. طيب من الأوصاف التي قدمها المعري عن 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 جهنم أو عن النار هناك مثلا وصف الأعشى عندما قابله ابن القارح في الجنة فسأله ابن القارح عن كيفية خلاصه من النار فهنا يبدأ الأعشى طبعا يصف له قسوة النار وأهوال ذلك المكان وغلاظة زبانية النار إلى آخره أو كما حدثه عبيد بن الأبرص أيضا حدث ابن القارح عن كل تلك الأشياء الموجودة في في النار حدثه عن الأصفاد عن الأغلال عن مقامع الحديد التي يضرب بها نزلاء الجحيم وطبعا هذه الاشياء مذكوره ب يعني كما هي في القران الكريم بمعنى ان ان هذه الاشياء ليست صنيعه مخيله المعري الخصبله يعني اغلال، سلاسل، اصفاد، مقامع حديد، مقامع نار، سعير الى اخره فكل هذه اشياء استوحاها المعري من النص الديني من النص القراني يعني كمثل الآية التي تقول إن اعتدنا للكاذبين إن اعتدنا للكاذبين سلاسل وأغلالا وسعيرا أو كما في الآية الأخرى ولهم مقامع من حديد أو ربما ولهم فيها مقامع من حديد يعني شيء من هذا القبيل لكن أقوى وصف من المعري للنار في الواقع سنجده عندما يلتقي ابن القارح طبعا في جهنم باوس بن حجر فيحدث اوس عن عن العذاب وعن الاهوال قائلا التالي وهذا هو النص نار توقد نار توقد وتبنان يعقد واذا غلب علي الظمأ رفع لي شيء كالنهر فاذا اغترفت منه لاشرب وجدته سعيرا مضطرما ايضا هذا المشهد يعني استوحاه المعري بحذافيره او بحرفيته ايضا من آية قرآنية يعني تصف لنا حال اهل النار وكيف ان شراب اهل النار هو السعير وتقول الآية "والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب الأليم" والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب الأليم وحميم يعني كما كما روي عن النبي هو اسم لنهر لنهر جار من الماء في جهنم وطبعا هذا الماء يغلي يغلي لا بل قادر بحسب الروايه حتى على اذابه الحديد فهذه يعني فهذه جمله من الاوصاف التي قدمها المعري للنار او لجهنم طيب لنصحب الان ابن القارح في جولته داخل النار لنرى من شاهد هناك ومن قابل هناك طبعا أهم شخصية أهم شخصية ألتقى بها ابن القارح لبل أخطر وأهم شخصية موجودة أصلا في النار طبعا هي شخصية إبليس زعيم جهنم إبليس كما رأى ابن القارح المقيد بالسلاسل وبالأغلال وبأصفاد النار وفي الواقع سيدور بين ابن القارح وبين ابليس حوار. وسنقتطع منه يعني بعض الفقرات. ف... فيلتقي ابن القارح بابليس ويدور بينهما حوار. بداية طبعا هنا بما معناه يعني ان سمحتم لي ببعض التصرف فبدايه يساله ابليس انه من انت ومن اين اتيت فيخبره ابن القارح بانني فلان ابن فلان من اهل حلب وبانني شاعر وبانني اتقرب بالشعر الى الملوك والحكام والولاة والامراء الى اخره فهنا يقول له ابليس بئس الصناعه بئس الصناعه لانها تجلب المذله ولانها تهلك الانسان في نهايه الامر. طبعا يقصد ابليس يعني مهنه التكسب بالشعر. يعني بئس المهنه مهنه التكسب بالشعر لانها تجلب على صاحبها مثلا المذله والمهانه الى اخره. وكما تحدثت يعني في حلقات سابقه فابو العلاء المعري كان يمقط هذه هذا الامر مساله التكسب بالشعر كان يمقطها مقتا شديدا. وكما قلت لم يعرف عنه ولا في اي يوم من الايام انه تكسب بشعره. ابدا. لم يتكسب ابدا بالشعر ولا بالادب لان ابو العلاء في الواقع كان يعتبر هذا الفعل هو بمثابه وصمه عار على جبين الشاعر. وفيه اهانه كبرى لمقام الشعر. المهم بالعودة للحوار بعدها سيوجه إبليس سؤال لابن القارح في الواقع سؤال فيه من الخبث والمكر والدهاء والذكاء وحتى من المنطق القياسي الشيء الكثير سؤال خبيث بكل ما للكلمة من معنى فيلتفت إبليس إلى ابن القارح و يقول له طبعا هنا مع بعض التصرف او بما معنى انه ساسالك عن امر فاخبرني عنه وبصراحه طيب الخمر حرمت عليكم في الدنيا طبعا هنا ابن القارح اخبر ابليس بانه قادم من الجنه لزياره النار فيقول له ساسالك عن امر واخبرني عنه بمنتهى الصراحه الخمر حرمت عليكم في الدنيا واحلت لكم في الاخره فهل يفعل اهل الجنه بالولدان المخلدين فعل قوم لوط هذا هو السؤال بمعنى ان الخمر طيب كان في الدنيا حرام واصبح في الاخره حلال طيب بنفس المنطق بنفس القياس هل اصبح اللواط في الاخره حلال بعدما كان في الدنيا حرام ولذلك خلق الله الولدان المخلدون من اجل هذه المهمه، من اجل هذه الغايه. فهنا لن يجيب ابن القارح على هذا السؤال الملغوم يعني بين قوسين، بل سيبدا بشتم وبلعن ابليس. طيب خلال هذا الحوار ايضا سيرد اسم الشاعر بشار بن برد المتهم بالكفر وبالزندقه وبالمجون. طبعا بشار بن برد من في الواقع من اشهر من اتهموا بالزندقه وبالشعوبيه وبالمجون حتى ولنقل يعني ولو على الهامش ان بعض هذه الاتهامات لبشار صحيحه لكن هناك بعض اخر يعني فيه مبالغه فالرجل فعلا كان لديه نزعه شكيه في مخص الدين والعقائد ايضا كان شعوبيا في مكان ما هو فارسي وكان طبعا يقول بتفضيل الفرس على العرب لكن في مساله المجون تحديدا فهناك ظلم كبير لبشار يعني بشار كان ابن بيئته كان ابن بيئته بامتياز وبالتالي تاثر بكل ما كان موجودا في تلك البيئه في تلك الفتره من الزمن ومنها الانحلال والتفلت والمجون يعني تخيلوا كانت الجواري والخمور كانت عامره في قصور الخلفاء امراء المؤمنين قبل بيوت العامه قبل بيوت عوام الناس فبالتالي بشار ابن تلك البيئه وانغمس في هذا الجو يعني كما غيره من اعلام وشعراء وادباء وشخصيات بارزه يعني تخيلوا ان الجاحظ قال في مره طبعا هنا بما معناه بانه لم يعد لم تعد توجد نساء شريفات او بتحديد اكثر قال بان يعني ما عدنا ما عدنا نرى النساء الشريفات بفعل طغيان الجواري ما عدنا نسمع في ذلك العصر يعني شيء من الغزل الشريف والمحترم إلا كلام بذيء ب يعني وتعابير بذيئة بشكل أو بآخر فهذا هو الجو وبشار كان ابن هذه البيئة مع العلم بأن بشار طبعا كان في أغلب مواقفه يعني كانت تعبر في مكان ما عن ردة فعل نفسية فالرجل ولد أعمى ولم يكن وسيم لا بالواقع في الواقع كان دميم دميم الشكل وهذا ما عرضه للتنمر طيلة حياته منذ أن كان طفلاً وحتى عندما غدا رجلا واصبح شاعرا معروفا كانت السخريه من عماه ومن شكله على كل لسان حتى ان البعض كان يقول بان عماه وبان شكله القبيح يعني هو كمثل عقاب من الله على انحرافه وعلى خلقه السيء وبشكل طبيعي هذا هذا راكم شيء من الحقد في داخله على معاصريه فهجاهم بأقصى أنواع الهجاء بل أصبح في مكان ما ينتقم ويتشفى من معاصريه بطبعا توهين تعاليمهم الدينية وتقاليدهم وأعرافهم يعني على العموم هذا على الهامش وطبعا سيكون لنا يعني مؤكد مستقبلا ساقدم حلقه خاصه عن بشار. الذي كان مفكر حر يعني خرج على بعض العقائد والتصورات الدينيه. وبالتالي يمكن تصنيفه هنا بحسب معايير تلك الفتره او ذلك العصر. ممكن تصنيفه بالزنديق او بالملحد. فالمهم يعني خلال حوار ابن القارح مع ابليس يرد ذكر بشار بشار بن برد. فيسأل ابن القارح إبليس عن بشار طبعا لأن سبب دخول بشار إلى النار إضافة لزندقته ومجونه يتمثل في مسألة معروفة عن بشار بن برد فبشار كان يفضل إبليس على آدم كان يرفع من مقام إبليس فوق مقام آدم أبو البشر تحديدا عندما قال شعرا إبليس خير من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الفجار النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار. فعندما يسأله عن عن بشار وإذ ببشار فجأة يظهر هنا وهو مغمض عينيه حتى لا ينظر إلى ما حل به فيقول له ابن القارح في الواقع عبارة تحتمل الذم والمدح معا. يقول له لقد أحسنت في مقالك. لقد أحسنت في مقالك وأسأت في معتقدك. يعني وكأن المعري هنا يعني إما أنه يستحسن شعر بشار من حيث هو شعر ويذم بالمضمون أو العكس أنه يستحسن المضمون ويراه ربما منطقي لأن بشار يعني في هذه المفاضلة ارتكز على القياس وهي عملية منطقية بمعنى أن أبو العلاء المعري يحاول أن يقول لنا بأن بشار في هذه المفاضلة طبعا ارتكز على القياس المنطقي لتفضيل إبليس على آدم وليس على النص القرآني الذي يفيد بالعكس يفيد بتفضيل آدم على إبليس بدليل طبعا أن الله أمره بالسجود لآدم فبشار لا بشار يرفع من شأن إبليس على آدم لأنه من عنصر ناري فيما آدم من عنصر ترابي وكان يرى بأن النار يعني أشرف وأعلى مقاما من التراب وهذا هو معنى قول بشار إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبصروا يا معشر الفجار النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار. على بعدها يعني نكمل الجوله. بعدها يقابل ابن القارح امرؤ القيس الملك الضليل واحد اشهر شعراء الجاهليه. فيساله عن بعض قصائده مستوضحا منه بعض المعاني و طريقة نطق بعض الكلمات وطبعا يدور بينهما حوار أدبي ثقافي واقعا سيمتد لأكثر من ثماني صفحات كاملة يكمل بعد ابن القارح جولته في, في النار في جهنم وفي إحدى لجج النار سيلمح هناك عن طر العبسي طبعا الشاعر الشهير والشخصية المعروفة وسنفهم من خلال الحوار ان سبب دخول عنترة الى النار هو يعني بالتحديد او في المقام الاول يعود لمدحه للخمر في شعره. وسنرى بان ابن القارح سيتاسف لوجود هكذا شخصية عظيمة في النار. طبعا بعدها يلتقي بعده شخصيات منها مثلا عمرو بن كلثوم الذي يجده في حفرة ملتهبة من حفر الجحيم. وبعدها سيعود ليقابل طرف ابن العبد ويعني يدور بينهما حوار وهكذا يواصل ابن القارح هذه الجولة في, في جهنم وأيضا يلتقي مع يعني مع شخصيات أخرى من فحول الشعر كمثل الأخطل التغلبي الشعر النصراني المعروف فيلومه ابن ابن القارح على معاشرته ليزيد بن معاويه لا بل سنجد بأن ابن القارح سيقسو عليه بالكلام بكلام يشي بشيء من التشفي في مكان ما لكن الاخطل في الواقع سيرد على ابن القارح بكل ثقه وبكل عزم سيقول له بأنه غير نادم ابدا ولو عاد الى الحياه لا عاد للتقرب من يزيد وطبعا سيتذكر أيام يزيد وكل ذلك الوفاء الذي كان بينهما وهذا الأمر أغضب ابن القارح الذي بدأ بشتم الأخطل وعلى إثر هذه المشادة يتدخل هنا إبليس ويطلب من الزبانية أن يرموا بهذا المتشفي بابن القارح في سعير النار لكن الزبانية طبعا تجيب إبليس بأن بأنه ليس لك وليس لنا على أهل الجنة سبيل فعندما سمع ابن القارح يعني دعوة إبليس للزبانية لرميه في, في نار جهنم فيبدأ كالعادة بكيل الشتائم والسباب ومن مختلف العيارات أو الأعيرة لإبليس لبل سيظهر أيضا تشفيه من إبليس ومن حالته ويكمل الجولة فيلتقي بتعبط شرا و... وبعدها يكتفي ابن القارح بهذه اللقاءات وطبعا ليمضي عائدا إلى الجنة وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن عودة ابن القارح إلى الجنة ولقائه هناك بآدم وجملة أمور أخرى وشكرا وإلى